تخاف من الأشباح هات؟ أخاف منها كيه وأنا اللي بعملها؟ أشباح عمرها ما كانت حقيقة. الحقيقة الوحيدة اللي عرفتها إن أنت نفسك مش حقيقي. لما جيت تحركنك العرايس حركتن على هواك، كنت عايز توصل لإيه يا سليم؟ كل واحد مننا كان له مصلحة، وجايز أكون استخدمتكم لمصلحة كبيرة. طب ليه؟ علشان أنتوا ضعاف. يمكن من ضعف أنا بقيت قوي. أنا قوي من غير أي حد. القوي عمره ما يقول أنه قوي، لأن فيه الأقوى منه. أنا حلمت بالساعة اللي تيجي أخليهم كلهم يلبسوا توب الحزن ويقلعوا توب الفرح. أحلامك بقيت كوابيس يا سليم. أنزح حقدك من جوا عينيك. الحقد ده بصار طريق للانتقام. لو كان زي ما بتقولك ده كنت انتقبت لأبوي من زمن. كنت لقيت اللي يطفي النار الجيدة في صدري لما اتفطمت على صبر المر. لكن لسه في بذرة خير، صدقني هي دي الحقيقة. الحقيقة اللي تديها ظهرك تطعنك. أنا جيت البلد في يوم ريح والنخل فيه مايل، جيت أعدل المايل لقيتكم كلكم مايلين. أنت تعبان، تعبان وزحف لحد ما تمكن مننا، وبقينا كلنا زيه تعبين. ولا تقدروا تبقوا زيي. انتوا يا دوب كلمة ترفعكوا لسابع سماء وتحطكوا في سابع أرض. خلاص عرفت طريقك امشي فيه. كنت دليل لينا ومشينا وراك، لكن أنا مش هسيبك. وأنا ما بحبش التهديد. كل الحكاية أني كنت في مركب في بحر واعر، ولقيتكوا عايزين تركبوا معاي وترسوا على أي بر من غير تعب، وركبتكم معاي. بس لازم تدفعوا الثمن. الثمن يكون دمار وخراب ووبا. كل واحد يختار مصيره وياخده معاه. الوعد وعد يا عمار. معك حق، الوعد وعد يا سليم.